قبل أن نبدأ، لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. بابتسامات جميلة استأنفوا الحصة التدريبية مساء أمس بالطوغو. الأسماء الجديدة ستكتشف أدغال أفريقيا في منافسة الكان لأول مرة، ودليلها فيها أسماء أخرى سبق لها وأن عانقت المجد القاري بمصر سنة 2019. كرسي الاحتياط ممتلئ في الصورة، لكنه سيحتفظ بالخيارات الثانية للماضي في المباريات الهامة. هذا ما يؤكده في غولي بابتسامة يعلم من ورائها أن المناصب غالية وقلة من ضمنت الرسمية لحد الآن. أجواء رائعة وأسماء عليها إثبات نفسها لتأكيد أن حملها لقميص المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية كان خيارا موفقا لحد بعيد. الحصة ما قبل الأخيرة قبل المواجهة التحضيرية الأولى أمام المنتخب المحلي الطوغو، والتي ستجرى بحضور الجماهير دون أن تنقل تلفزيا. في سياق ذي صلة، كان مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي قد قرر استدعاء حارس المرمى مصطفى زغبة ليكون اللاعب رقم 26 في القائمة المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا كان كوت ديفوار 2023. وجاء في بيان الفاف أن اختيار زغبة جاء كخطوة احترازية من قبل الطاقم الفني للخضر بعد إصابة الحارس رئيس وهاب بولحي في أول حصة تدريبية أجرت التشكيلة الوطنية بالعاصمة الطوغولية لومي. مرحبا بكم. كيفاش راكم تحضروا امين قياده طرابلس حاليا في طوغو؟ الحمد لله كل شيء راه بخير، ورانا نحضروا بجديه، مازلت لنا عندنا مباريات صعيبه جايين، وحنا رانا نحضروا في اجواء جيده ان شاء الله نكملوا هكذا باش نفرحوا الشعب الجزائري. مباراه وديه امام المنتخب الطوغولي المحلي يوم الجمعة. احنا رانا حضروا مباراة بار مباراة، ان شاء الله نحقوا الفوز هذا باش يطلعونا المعنويات ان شاء الله. مرة العقوبة تاعك يعني سقطت علينا يعني خبر يعني مكناش نسناو فيه، انت كيفاش تقبلتها؟ العقوبة شوية صعيبة، ما قلت كنت حاب نلعب كل شيء باش نفرحوا الشعب الجزائري، بصح مكتوب وان شاء الله مازال المباريات نعوضوهم ان شاء الله. بداية من المباراة الثانية قول عمورة راه يسجل أهداف الفريق تاعو، يعني هم ينتظروا أهداف مع المنتخب الوطني والشعب الجزائري ينتظر أهداف. وي بيان سور، هذاك هو لوبجيكتيف، وإن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري. إن شاء الله. السلام عليكم. مع لاعبين ياسر الوطني والآن ياسر معروف. كوميكال. On s'agit si vous avez arrivé depuis 48 heures, comment vous avez trouvé les conditions ici à Lomé? On a bien été accueillis, on est dans un bon hôtel. Après, c'est des conditions où il fait très chaud et beaucoup d'humidité. Mais on s'adapte parce que je pense que c'est les conditions qu'on aura en Côte d'Ivoire. C'est une occasion justement pour s'acclimater, pour bien préparer la CAN. Exactement, c'est ça. Ouais. Là, c'est votre premier CAN. Justement, un mot sur votre première participation.
Bon, ça me fait plaisir d'être là, c'est ma première CAN et je suis content de pouvoir y participer. Et Inch'Allah, on donnera le maximum pour le peuple et représenter le pays. C'est une occasion en or pour vous, Yasser, pour combler le manque de compétition durant ce stage. Quoi. Jouer, disputer deux matchs à amis pour faire plein de séances. Même si j'avais eu autant de temps de jeu que je voudrais, ça reste quand même une opportunité en or parce que ça reste la CAN. Et faire une CAN avec son pays, ça n'a pas de prix. Le peuple algérien attend beaucoup sur cette participation. Bah comme j'ai dit, on va essayer de le rendre fier, hein, donner le maximum et se battre jusqu'à la fin. Sur la concurrence à gauche, il y a Yasser, il y a Al Tenouri, les deux jeux en première ligue. Un mot sur ça. Comme j'ai dit, je ne le vois pas comme une concurrence. On est des coéquipiers. On est là pour le même but. Du coup, pour moi, c'est différent. On est là pour le même objectif. Un mot pour les Algériens, les Wetsou, surtout, votre famille natale. Bah, j'espère qu'ils vont nous soutenir et on donnera le maximum pour le peuple. En arabe, c'est pas possible. En français, ça suffit. C'est pas aussi pour conclure, Yasser, pour soutenir Youssef Abd. Par rapport à son... Oh, ça, je préfère pas en parler. C'est bon. C'est pas, merci. 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 الحمد لله الاجواء راهي مليحه رانا نخدموا هنا في طوغو ان شاء الله نكونوا واجدين منا على 13 يوم كاس امم افريقيا ان شاء الله كاس امم افريقيا زين تيم بالعيد يعني استدعائك يعني قاعده تقدم الاضافه خاصه في الدفاع يعني شفتوا خاصه انك خذ خبره افريقيه كبيره ان شاء الله نشكر الناخب الوطني جمال بالماضي اللي وضع فيه ثقه واستدعاني لكاس افريقيا ان شاء الله نكونوا واجدين من الكاس افريقيا شرف كبير لا شرف كبير ليا والعائله تاعي الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله نقدموا ما علينا. التعلق تاعك زين ومع اتحاد العاصمه في المنافسه القاريه يخدمك ان شاء الله في هذه المنافسه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله واش عندي نقدمه ان شاء الله نفرح المجموعه نفرح الشعب الجزائري. شكرا جزيلا. إذا هذا كان باختصار كل ما شاهده يوم أمس من تربص المنتخب الوطني الجزائري والمنطقة المختلطة وتصريحات اللاعبين. كل توفيق لعناصرنا الوطنية في قادم التحديات الودية والرسمية، ونتمنى تقديم كان مشرف إن شاء الله تعالى بكوت ديفوار ولما لا الذهاب بعيدا في هذه المنافسة من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية التي تتوق لتناسي خيبة كان الكاميرون السابق خيبة إقصاء مونديال قطر 2022. كل توفيق لمنتخبنا.